هناخدكم ليه موضوع تاني، ومشروع تطوير القاهرة التاريخية من أهم المشروعات اللي بتنفذها الدولة حاليا عشان تستعيد العاصمة رونقها الحضاري والتاريخي مرة تانية باعتبارها بقى واحدة من أهم العواصم التراثية على مستوى العالم. تعد مدينة القاهرة التاريخية أحد أبرز المدن التراثية القديمة على مستوى العالم، وقد تم تسجيلها على قائمة مواقع التراث العالمي باليونسكو عام 1979. فهي مدينة حية غنية بآثارها المعمارية والفنية التي ترجع إلى الفترة التاريخية الممتدة ما بين العصر الروماني وعصر أسرة محمد علي. لذلك أولت الحكومة اهتماماً بالحفاظ على القاهرة التاريخية عبر مشروع تطوير القاهرة التاريخية. تشمل أعمال التطوير 149 أثراً بمناطق الجمالية والأزهر والغوري والدرب الأحمر وباب الوزير، بالإضافة لبعض مشروعات الترميم المستقلة مثل مسجد أحمد بن طولون وبيت السادات وقصر الأمير طاز وقصر محمد علي بشبرا. وسور مجرى العيون ومجمع الأديان ومشروع إحياء منطقة السيدة زينب، ومن تلك المناطق التي تم وضعها في حيز تطوير القاهرة الخديوية القديمة منطقة وسط البلد وميدان الأوبرا. وحديقة الأزبكية وسوق العتبة، كما سيشمل المشروع إعادة تأهيل وترميم المنطقة السكنية حول مسجد الحسين ومنطقة خان الحسين للحرف اليدوية، والتي من المقرر أن تشمل أنشطة حرفية وتجارية وسكنية وسياحية وترفيهية مع إنشاء جراج ميكانيكي، وأيضا منطقة باب زويلة ومنطقة مسجد الحاكم بأمر الله. طبعا القاهرة أحد أبرز المدن التراثية المسجلة على قائمة المدن التراثية في اليونسكو سنة 79، خلاص هتستعيد وجهها الحضاري مرة تانية. هدير، بنفتكر دايما شكلها في الأفلام بتاعت زمان، كنا نقول ياه شوف شكل ميدان التحرير كان عامل إزاي، شوف ميدان طلعت حرب كان عامل إزاي، كل ده بيرجع تاني الأصل. وميدان التحرير على وجه التحديد بقى احنا بنسعد كل يوم الصبح واحنا جايين الشغل وبنشوفه وبنحس بالتغيير ده. الحقيقة انه التغيير اللي بيحصل ويعني انه عودة شكل القاهرة التاريخية ده كمان ليه عوائد اقتصادية كبيرة جدا 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 على كل الاماكن اللي هيتم فيها تغيير للشكل الحضاري. بكل تأكيد، وبما اننا بنتكلم طبعا عن ميدان التحرير واللي تزين خلاص استعدادا لافتتاحه، شفنا شكله بيكون عامل ازاي واحنا معديين من ميدان التحرير، شكل المباني كمان المحيطة للمسلة هتكون عاملة ازاي، لانه بيتم طلاقها او تم بالفعل طلاقها كلها بحيث ان تكون واجهة واحدة موحدة بنفس درجة اللون. كمان الاتفاق مع شركة للصوت والضوء عشان يكون في الإضاءة يكون فيها تناسق، ما يكونش فيه مثلا في نور قوي هنا وفي كشاف قوي وفي كشاف ضعيف، لا يكون في تناسق من كل الاتجاهات يعني. وميدان طلعت حرب، كل الأماكن التاريخية، القاهرة هتستعيد مرة تانية رونقها وشكلها. مصر القديمة كمان، الفسطاط، متحف الحضارة، كل المناطق دي تانية دي بيعيدوا تاني لشكلها الطبيعي. قصر البارون شفنا عملية التطوير اللي حصلت ليه ورجع تاني للألوان اللي كان موجود عليها، فهو ده الأصل في الموضوع ان احنا نرجع تاني، لاننا بيبقى نفسنا نشوف شكل القاهرة زمان كان عامل ازاي، فاحنا خلاص دلوقتي ان شاء الله قربنا نشوفها يعني. بالتأكيد زي ما انت بتقول يا شاذلي، يعني فكرة انه نرجع بالشكل الشكل المبهر اللي كان موجود زي ما انت بتقول في كل الافلام وكنا بنسعد واحنا بنتفرج عليه. دلوقتي كمان مع كل تغيير بيحصل كل الناس اللي موجودين وبيمروا في المناطق دي هم بيروحوا شغلهم وهم يمكن عايشين قريب بيحسوا بأكيد نوع من الفخر والسعادة انه ده فعلا الوجه الحقيقي لمصر اللي لازم يتصدر المشهد الفترة اللي جاية.